أسست شركة كرونو بال 2010، طبعا بعد الانتهاء من شركة شخصية كان عندنا انخلد فيرما، ومن بعد بلشنا في مشروع في الشركة هاي. كنا نشتغل مع شركة محلية في جيتيبوري، وبعد هيك أخذنا عقود مع الفيستا ترافيك وتطور الموضوع وصار يزيد العقود، صارت تيجي بعدها عقود أكثر وأكثر لحد ما وصلنا لهذا اليوم، يعني 120 عقد. اليوم الشركة اللي مصطني انتبعها بده يكون بعد 15/6/2018 100 مليون سنويا مينيموم، لأنه هنا في السويد موضوع النزاهة عالي جدا، وهذا الشيء اللي بشجع للاستثمار في البلد هذه، فكانت هي كلها عبارة عن مناقصة بشكل شفاف جدا. مش شركة كرونا لحالها اللي حتدير المشروع، شركة كرونا تعاونت مع شركات صغرى لإدارة المشروع، وتم الاتفاق مع 16 شركة موجودين بالفيسترا جوتلاند. اقنعنا الشركات الصغرى في انهم يتعاونوا مع شركة كرونا، بنا احنا من البداية اشتغلنا على الموضوع هذا من يوم تأسيس الشركة، انه دائما نكسب ثقة المتعاونين معنا، وهذا الاشي اللي اهلنا للمرحلة هذه. جسور الثقة اللي بنيناها مع الشركات الصغرى هذه هي اللي خلتهم يتشجعوا وياخذوا من عندنا شغل، لانهم بالاساس كانوا موظفين في شركه كرونان، ومن بعدها انا اجيت لهم باقتراح التطوير تبعهم والتكبير انهم يبلشوا بشركات صغيره وياخذوا من عندي شغل، واخذوا الخطوه، تشجعوا واخذوا الخطوه هذه انهم يبلشوا بمشاريعهم الصغيره واستفادوا منيح. بعد ما شركه كرونان كبرت صار بدهم حصص اكبر، ولما الشركات الثانيه الصغيره شافتهم انهم استفادوا وشافوا المشروع تبعهم نجح، بلشوا يطرقوا بابنا ويطلبوا من عنا شغل أكثر. شركة كرونا بتغطي تقريبا 80% من مساحة فيسترا جوتلاند، من مساحة محافظة فيسترا جوتلاند يعني، بس موجودة في كذا كيمون وكذا مدينة. احنا موجودين الأوبي دراج تبعنا والشغل اللي احنا مخدينه على مساحة 16 كيمون، يعني من بروش لدال سياد. مش صعوبات على قد انه ما الواحد يفهم النظام تبع البلد، يفهم نظام البلد. طول ما اي حد فهم نظام البلد الصعوبات هذه بتتلاشى، بتروح وبتصير مع الايام مع الخبره كلها بتتلاشى، ببطل في صعوبات، يعني بتصير الامور روتينيه بالنسبه لاي فورتوغ يعني في البلد او صاحب شركه. النصيحه للمستثمر اللي جيت بسوق العمل السويدي انه ما يهاب، يكون شجاع وياخذ الخطوه.